من فندق إليجانت في منتجع تسخكاتور قرارات للسياحة يرحب بكم ويقدم لكم جوانب من هذا الفندق وشاليهاته الجميلة التي تقع قرب منطقة التزلج على الثلوج وقرب التلفريكات. هذه أحدى الغرف نوع ستاندرد لشخصان. وهذه غرفة أخرى نوع كلاسيك. وهذه هي كوتيجات أو شاليهات منتجع تسخكاتور الجميلة، عبارة عن شاليه من طابقين. هذا الشاليه يسع لعائلة مكونة من 6 أشخاص أو 7 أشخاص أو 5 أشخاص. هذه هي الصالة وهذا هو المطبخ أما في الطابق العلوي فتوجد غرفتان هذه الغرفة الأولى بسرير كبير وهذا المشهد الجميل من النافذة وهذه هي الغرفة الثانية وفي بعضها يوجد سرير صغير لطفل رضيع أو طفل عمر 1 أو 2. وهذا الحمام الثاني في الطابق العلوي. وهذا هو المسبح في هذا المنتجع أما هذه فهي غرفة الساونا وهذا هو خزان الماء البارد بعد حمام الساونا أما هذا فهو الحمام الحار أو بما معروف الحمام التركي